أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي اليوم أن الوزير ناصر بوريطة اتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف، وهي المحادثة الأولى من نوعها خلال هذه السنة، وخصوصا منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا وسط تكتم على مضامينه، حيث لم يصرح أي من الجانبين عن تفاصيل هذه المكالمة. ومباشرة بعد ذلك ربط بوريطة اتصالا مع نظيره الأوكراني كوليبا، والذي قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات التويتر: أجريت اتصالا بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ناقشنا التعاون الثنائي بما في ذلك التعاون داخل إطار الأمم المتحدة لتعزيز المساعدات الإنسانية الدولية إلى أوكرانيا مع استمرار الغزو الروسي. وكشف كوليبا عن أن الوزير بوريطة عبر عن امتنانه لأوكرانيا لقيامها بإجلاء الطلاب المغاربة من البلاد عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. المغرب ومنذ بداية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا التزم بسياسة النائب النفسه بالحيادة، مكتفيا بالدعوة للالتزام بالقانون الدولي لحل النزاعات ورفض التدخل في سيادات الدول ودعم الوساطات للوصول لحل سياسي، مع إعلانه عن تقديم مساعدات إلى أوكرانيا في إطار الجهود الأممية. الاتجاه ذاته عكسه موقف المغرب باتخاذ قرار عدم المشاركة في التصويت على قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بخصوص الوضع بين أوكرانيا وروسيا الفيدرالية، مشيرة إلى أن عدم مشاركة المغرب في هذا التصويت لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بشأن موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا الفيدرالية وأوكرانيا. نشكركم على حسن المتابعة.